السائل يقول: أرجو من فضيلتكم توجيه النصح إلى تلك الفئة من المسلمين الذين يقومون بالحضور إلى المساجد لأداء صلاة الفجر، تاركين أبناءهم الصبية خلفهم نائمين، ولا يقومون بإيقاظهم إلا بعد المجيء من المسجد، وذلك بعد انتهاء صلاة الجماعة. هذا يعتبر تقصيرا منهم، فإن كان هؤلاء الأولاد إن كان هؤلاء الأبناء دون البلوغ فإنه لا يجب عليهم إيقاظهم لصلاة الجماعة في المسجد، وإنما يستحب لهم ذلك. أما الوجوب فلا يجب، لأنها لا تجب عليهم الصلاة، وإنما تستحب وهي نافلة في حقهم. أما إذا كانوا بالغين فإنه يجب على الوالد أن يوقظهم وأن يلزمهم بصلاة الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. جزاكم الله خيرا.